بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث اليوم عن التخطيط الاستراتيجي. بالطبع التخطيط الاستراتيجي يعتبر أسلوب هام جدا في مساعدة المؤسسات بصفة عامة والمؤسسات التعليمية بصفة خاصة في هذه المرحلة في العمل بطريقة مؤسسية منظومية لكي ترتقي بأدائها وتعدل من نظمها وتحدد رؤيتها ورسالتها. نتمنى طبعا ان احنا نعرج على مقدمة ثم نأخذ تطبيقات على التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي. الهدف العام من هذا البرنامج هو دعم قدرات ومهارات القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والمسؤولين والمهتمين بإدارة النظم الجودة الداخلية في مؤسسات التعليم العالي بما يمكنهم من المشاركة الفعالية في عمليات التخطيط الاستراتيجي وتصميم الخطط الاستراتيجية والخطط التنفيذية والمتابعة. طبعا ده هدف عام، ولكن في معظم الأحوال واللي احنا لاحظناه في المرحلة السابقة ان بتؤخذ عملية التخطيط الاستراتيجي على انها عملية بتتم ثم تنساها المؤسسة وينساها القيادات والقائمين عليه. الهدف من موضوع ادخال موضوع للتخطيط الاستراتيجي اصلا ليس ان نقوم بتخطيط استراتيجي، بل هو أن نقوم بإدارة استراتيجية قائمة على التخطيط الاستراتيجي. نصمم خطط استراتيجية وخطط تنفيذية وخطط للمتابعة. هذا ليس بالأهمية الكبرى، الأهمية الكبرى أن ننفذ ونتابع هذه الخطط الاستراتيجية. قد نتبع نظم وأساليب في التخطيط الاستراتيجي متقدمة معقدة مطولة ولا ننفذ منها شيئا، ولا نتبع أسلوب إدارة استراتيجية في عملنا، فيكون كل هذا إهدار للوقت والجهود موازنات وما إلى ذلك. فسنعرج على مقدمة للتخطيط الاستراتيجي ثم كيف نقوم بالتخطيط الاستراتيجي، لكن الأهم والأهم هو أن نقوم بتنفيذ ما جاء في هذا أو نتيجة قيامنا بالتخطيط الاستراتيجي وتصميم الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والمتابعة. قلت إن أضع هذه الملاحظة في المقدمة حتى ندرك أن التخطيط بذاته ليس هدف، لكن نتيجة التخطيط، ألا وهي أن ندير مؤسستنا طبقا لما جاء في هذه في خطتنا الاستراتيجية والخطط التنفيذية والمتابعة. كيف نحقق أهدافنا أو هذا الهدف؟ مفهوم أهمية، هنتكلم عن مفهوم أهمية التخطيط الاستراتيجي، منهجيته، مراحل إعداد الخطة الاستراتيجية، ثم سنعرج على الإعداد للتخطيط، التمهيد للتحليل، التحليل البيئي الرباعي، أين نحن وماذا نريد، صياغة عناصر الخطة، الخطة التنفيذية، تقييم ورقابة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية.
طبعا كل المراحل من الإعداد للتمهيد للتحليل إلى الصياغة إلى الخطة في حد ذاتها مهم جدا إنه ينعمل وبصورة قويمة وبالأصول التي يجب أن تتم بها. ولكن عندما يتم كل ذلك ويصبح ورق ولا تنفذه المؤسسة، فهذه المؤسسة لا تستفيد من الجهود التي تتم ولا تعمل على تطوير والارتقاء بمؤسساتها التعليمية ولا الاستفادة من مفاهيم أو دخول التخطيط الاستراتيجي كنشاط وتوجه للمؤسسات التعليمية. في الواقع التخطيط الاستراتيجي من الأهمية بحيث أصبح يعني واجب على كل مؤسسة أن تقوم به على أو تعد خطط استراتيجية على مستويات عدة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. طبعا هناك مقومات للاستراتيجية، هو عندنا 4 مقومات بتستند الاستراتيجية إلى المقومات الأساسية الأربعة، بتتكامل هذه المقومات مع بعضها البعض، أي خلل في أحدها بيؤثر على البناء الاستراتيجي للمنظمة كلها بالطبع. المقوم الأول التفكير الاستراتيجي في حد ذاته، يعني يجب أن نفكر بطريقة استراتيجية، بمعنى أو نفكر بطريقة ترسم صورة مستقبلية للمؤسسة ومعرفة ما يجب أن تكون عليه في المستقبل وبضرورة الحاجة إلى التطوير والتحسين، فهو الذي يحرك المؤسسة من واقع إلى واقع أفضل. لازم يكون هناك صورة ذهنية أفضل بأحاول أن أرى مؤسستي فيها، وأرى نظم عملي، وأرى أهدافا أتمنى أن أخطط إلى أصل إليها. يبقى لازم في المقام الأول يكون لدي تفكير استراتيجي. إذا فكرت في أن الواقع اللي أنا أعيشه هو ليس بالإمكان أكثر مما كان، أو هذا أفضل ما يجب أو ما نود أن نكون عليه، أو الحمد لله احنا احسن من غيرنا، كل ده طبعا يعد مخالف للتفكير الاستراتيجي. التفكير الاستراتيجي دائما انا برسم صورة ذهنية افضل لمؤسستي في كافة النواحي اللي اراها. المقوم الثاني التخطيط الاستراتيجي في حد ذاته، طبعا احد الوظائف الاساسيه للعمليه الاداريه التي يجب ان تمارسها القيادات الاكاديميه والاداريه في المؤسسه التعليميه بشكل رسمي مستمر معتمد وموثق، ويجب ويمكن من خلاله تحديد ما الذي سوف يتم عمله، متى سيتم عمله، كيف سيتم عمله. اذا التخطيط في حد ذاته انا بحدد كقياده مؤسسيه ماذا انا عايز اعمل، ايه أنا عايز أعمل، إيه أنا بفكر استراتيجيا، بفكر عايز أوصل بمؤسستي إلى الصورة الذهنية العالية جدا الجميلة الفعالة المتألقة لمؤسستي. يبقى ما الذي سوف أعمل إيه عشان أعمل الحكاية دي، ومتى سيتم عمل ذلك، وقت إيه، وكيف سيتم عمل ذلك. بتبدو قبل الشروع في التخطيط وقبل الانتهاء منه بتبدو الموضوع بيبدو غير ممكن تحقيق الصورة الذهنية، بيبقى هناك صعوبة في تصور الوصول إلى الصورة الذهنية اللي رسمناها في المقاوم الأولاني اللي هو التفكير الاستراتيجي. إذن التخطيط سيجعل من
تنفيذ التفكير والصورة الذهنية اللي أنا عايز أوصل فيها بيها للمؤسسة إلى الوصول إليه. إذن التخطيط هي عملية اتخاذ قرارات لتحديد اتجاه المستقبل. بنفكر فيه وبناخذ قرارات، بندرس أين نحن الآن، أين نريد الوصول، ثم كيف نصل إلى ما نريد. إذا أنا عايز أحقق الصورة الذهنية اللي أنا فكرت فيها الأول، هذه العملية طبعا بندخل في عمليات عدة سنراها لاحقا، لكن دي ببساطة أنا عايز أشوف أين نحن، أين نريد الوصول، كيف نصل إلى ما نرجو إليه. طبعا إدارة المؤسسة اللي بتعمل بدون تخطيط بيبقى عندها حاجة كتير جدا، إن مفيش وقت للقيام بالتخطيط، وإن التخطيط بيشغل 20 إلى 40% من وقت الإدارة، أو إن التغيير، كثرة التغيير بتعتبر إدارة فاشلة، لأنها الإدارة نفسها في حد ذاتها بتفضل الإدارة العشوائية بدلا من الإدارة المعتمدة على التخطيط. طبعا الميل للإدارة العشوائية بيدي سلطات أوسع وأكثر للقائمين على العمل، وبيحد من سلطات الكثيرين أو الإدارة، ليجعل الخطط هي الطريق والأسلوب الواجب اتباعه. طبعا وتميل الإدارة، يعني هناك ميل للإدارة بالأزمات بدلا من التنبؤ والاستعداد للأزمات، نشتغل برد الفعل وليس بالتخطيط. إذا التخطيط الاستراتيجي عملية بتنطوي على التنبؤ بالمستقبل لفترة زمنية طويلة، وتحديد رؤية ورسالة المؤسسة وغايتها وأهدافها الاستراتيجية التي يجب أن تسعى لتحقيقها في هذه الفترة، وكذلك الوسائل اللازمة للتحقيق. يبقى إذن بتحقق هذه الرسالة والغايات والأهداف من خلال آليات، بنعمل على توطينها هذه الآليات في خطط استراتيجية وخطط تنفيذية وخطط للمتابعة. إذا بأستحدث آليات تساعدني على تحقيق رؤيتي ورسالتي وغايتي وأهدافي، ده من خلال عمليات تؤدي إن أنا أصل إلى آليات، أستعمل هذه الآليات لأصل إلى الأهداف المرجوة. الخطط الاستراتيجي أيضا ونشاط إداري بتقوم به المؤسسة عشان تصل إلى خطة استراتيجية بما فيها رؤية ورسالة وغايات نهائية وأهداف استراتيجية خلال هذه الفترة. هنا المؤسسة بتجد ذاتها، بتحدد شكلها ومستقبلها، وذلك بتحليل الواقع والأخذ في الاعتبار المستقبل والإمكانيات المتاحة. إذن التخطيط الاستراتيجي قد أصل إلى خطة قصيرة الأجل، خطة متوسطة الأجل، خطة طويلة الأجل. المقاوم الثالث الخطة الاستراتيجية في حد ذاتها. الخطة في حد ذاتها هي مخرجات عملية التخطيط. وطبعا الخطة الاستراتيجية لازم تتحدد برؤية ورسالة وغايات وأهداف استراتيجية وخطة تنفيذية ووسائل المتاحة والمستقبلية لتحقيق ذلك.
احسن. الخطة بتحدد وبصورة أكثر وضوحا من أنا وماذا أريد وما هي أهدافي وما هي خطتي وما هي وسائلي المتاحة والمتوقعة لتحقيق هذه الغايات. المقوم الرابع الإدارة الاستراتيجية. بدأنا بتفكير ودخلنا في عملية تخطيط لنتغير وندير مؤسستنا بطريقة استراتيجية. الإدارة في حد ذاتها تصبح إدارة استراتيجية، وكما قلنا سابقا إن قمنا بكل المراحل السابقة ولم نتغير ولم ندير مؤسستنا بطريقة استراتيجية، إذن سيصبح ما قمنا به ما هو إلا مجرد ورق نقوم بإعداده. إذن لو أنا عندي فكرة راقية جدا وخطط مهولة معقدة متقنة محكمة وموارد متوفرة، إذا شئنا أن نقول ذلك، وليس لي يعني وليس هناك إدارة استراتيجية، سيصبح كل ما سبق هو إهدار للوقت والجهد. إذن الإدارة الاستراتيجية هي وظيفة أو مهمة بيتم من خلالها تطبيق وتفعيل القرارات الإدارية التي تتماشى مع الأهداف الرئيسية طويلة المدى للمؤسسة، بحيث يتم تحقيق رؤية ورسالة المؤسسة. أو الإدارة الاستراتيجية هي اتخاذ قرارات متعلقة بتحديد اتجاه مستقبل المؤسسة ووضع هذه القرارات موضع التنفيذ. إذن التخطيط الجيد بيتسم بما يلي. التخطيط الجيد لازم بيبقى واقعي وعقلاني ممكن التنفيذ في حدود الإمكانيات، وإلا التخطيط في خارج الحدود وبصورة شديدة جدا هيبقى تخطيط واهم وغير عقلاني وغير واقعي. التخطيط الجيد أيضا يجب أن يكون مرن قابل للتعديل بسهولة والتوافق مع المتغيرات. التخطيط بيضع في اعتبار المتغيرات أصلا، لكن إذا كانت هناك متغيرات خارج حدود التصور الذي قامت عليه أو قام عليه التخطيط، فيجب أن تكون هناك مرونة وقابلية للتعديل بسهولة لتتوافق مع المتغيرات التي لم تأخذ في الاعتبار أثناء التخطيط. التخطيط الجيد يجب أن يحقق أهداف المؤسسة. إذا خططنا وكانت خططنا غير مبنية على تحقيق أهداف المؤسسة في حد ذاتها، فيصبح التخطيط ما هو إلا تخطيط للتخطيط. إحنا بنخطط لتحقيق الأهداف. التخطيط يجب أيضا ليكون ناجح أن يكون مبني على حقائق ومعلومات سليمة. الحقائق والبيانات والمعلومات إذا كانت غير سليمة فسيصبح التخطيط قائم على غير حقيقة وغير واقعي. التخطيط أيضا ليكون ناجح يجب أن يوضح ويربط ويميز بين أهداف المؤسسة وأهداف المشروعات والأنشطة. يجب بالفعل كل أهداف ومشروعات وأنشطة المؤسسة أن تؤدي وتتكامل وتصل إلى تحقيق أهداف المؤسسة. لازم يكون هناك ارتباط وتكامل.
كل الأنشطة وأهدافها لتحقيق الأغراض أو أهداف المؤسسة. فوائد التخطيط الاستراتيجي طبعا هي عملية داعمة للإدارة بشكل عام، إذا استوعبت الإدارة عملية التخطيط وأدارت بطريقة استراتيجية يصبح التخطيط الاستراتيجي داعم للإدارة، بيوفر رؤية مشتركة. عملية التخطيط في حد ذاتها واشتراك الجميع في الوصول إلى الخطة الاستراتيجية سيجعل الجميع بيتفق على رؤية مشتركة، بيزيد من التزام الجميع لأن الجميع بيساهم في وضع هذه الخطة، بيحافظ على الموارد، بيضع أو يعطي فرصة لتحديد الأولويات، لأن بدون التخطيط وقبل التخطيط لكل فرد ولكل إدارة لها أولوياتها. عندما نخطط سويا نوحد الأولويات ونتفق عليها جميعا، بنتمكن من التعامل مع الأزمات والمهددات لأن احنا بنحلل التهديدات ونستعد لها ونفحصها ونضع خطط لمواجهتها. تحقيق الأهداف، التخطيط بيؤدي، إذا تم التخطيط والإدارة بطريقة استراتيجية بيكون هناك تحقيق للأهداف ويتم القضاء على الارتجال والفوضى ويتحسن الأداء ونصل إلى الجودة. وبنكمل هذه العملية كلها بعملية رقابة وتغذية راجعة وتقويم لأدائنا. هناك منهجيات عدة للتخطيط الاستراتيجي، احنا مش عايزين يعني نفرط في دراستها ولكن سنعرج عليها. احنا طبعا عندنا المنهجية الأولى بتقول لك سي درو ثينك بلان. سي انت بتشوف الوضع الحالي والفجوة اللي بينه وبين الوضع المثالي وأسباب ذلك، بترسم الصورة المثالية بعد ذلك أو الوضع اللي بتتمناه، ثم بتفكر في الإجراءات اللي تتخذها، ثم تخطط للوصول إلى هذا الوضع، ودي هي الخطة التنفيذية. يبقى أنا بقيم الوضع الحالي، ثم برسم الطريق، ثم بحدد الغايات والأهداف، ثم أضع الخطة التنفيذية المطلوبة. هي الثانية داخل المنهجية. إذا رسم الصورة هام جدا، ولازم ما باجي ارسم صورة لازم اخليها اوفر ديماندنج. اوفر ديماندنج يعني ما ارضاش بالوضع القائم من اداء وصورة ذهنية مثالية للمؤسسة. انا عايز اطلع بمؤسستي الى افاق اعلى، انا عايز مؤسستي تنافس. دلوقتي هي بتنافس على مستوى الإقليم، أنا عايزها تنافس على مستوى الدولة، عايزها تنافس على مستوى المنطقة، أو بعد كده عايزها تنافس على المستوى الدولي، عايزها تعمل في أبحاث في خطط بحثية على مستوى قومي، أو تعمل وتشارك في بحوث دولية ومشاريع دولية وخلافه. إذن الصورة المثالية يجب أن تكون طموحة. أما عندما أبحث الوضع الحالي لتحديد الفجوة بين الوضع الحالي والمثالي، يجب أن يكون ذلك بصراحة ووضوح وسلامة في المعلومات التي أستعملها لتحديد الوضع الحالي حتى تصبح الفجوة حقيقية ويمكن علاجها. الخطوات اللي بتتخذ للتخطيط الاستراتيجي هي مراحل إعداد الخطة زي ما قلنا حضراتكم، إعداد للتخطيط، تمهيد للتحليل، التحليل أين وماذا نريد، صياغة عناصر الخطة، الخطة التنفيذية، تقييم ورقابة وتنفيذ الخطة. إذن المرحلة الأولى صياغة وبناء الخطة الاستراتيجية،
احنا بنعد للتخطيط الاستراتيجي بتهيئة المناخ والدعوة إلى التخطيط و تجميع كل قوى ومكونات وعناصر بشرية في المؤسسة وتهيئتها نفسيا للمشاركة الإيجابية في التخطيط، لأن عندما تغيب كل هذه القوى ويقوم بالتخطيط القيادات فقط، ستكون هذه الخطة غير مدعومة بباقي المستفيدين والمنفذين لهذه الخطة، وستكون رؤيتها قاصرة على أن ترى كل ما يعن ويتمناه باقي المستفيدين في المؤسسة وخارجها. بنمهد للتحليل البيئي، وهنعرج عليه حضراتكم، بنمهد له بأن احنا بنجمع بياناتنا ونجهز كل ما نستطيع أن نضعه تحت أيدينا لنقوم بهذا التحليل، سواء هذه المعلومات والبيانات الداخلية متاحة إلينا أو خارجية. بنحدد رؤية ورسالة المؤسسة بالاتفاق الجماعي وبعملية مدروسة وقد نستعين فيها بخبراء، ثم نضع الغايات والأهداف ونضع الخطط التنفيذية. المرحلة الثانية، ليس المهم أن نضع استراتيجية لنضعها على الرف، المهم جدا أن ننفذ الاستراتيجية وعليه. فهناك كثيرين بيلوموا الجودة على أنها ورق، في حين مرحلة تنفيذ وضع الاستراتيجية هي مهمة المؤسسة، تنفيذ الاستراتيجية هي مهمة المؤسسة. التقييم والمتابعة دي المرحلة اللي المؤسسة المفروض بتقوم بيها لمتابعة أعمالها، الهيئة والمراجعين بيشتركوا في تقييم ما سبق. إذن أن تنفذ المؤسسة أو لا تنفذ، ورق أو لا ورق، دي مشكلة المؤسسة، وهي التي يجب أن تنفذ ما جاء في الخطط الاستراتيجية بأن تضع الإجراءات والسياسات والخطط اللازمة للتنفيذ، بأن تخصص المصادر البشرية والمالية والطبيعية والتكنولوجيا اللازمة للتنفيذ. التنفيذ لن يتأتى إلا إذا أنا أخذت الإجراءات اللي أنا حددتها في الخطة الاستراتيجية. الخطة الاستراتيجية ليست عملية إن إحنا نعمل ورشة ونحدد فيها ما جاء سابقا، لكن إن إحنا نضع إجراءات فعالة وحقيقية وحاسمة عشان نحقق هذه الخطة. بأن نسعى، إن لم يكن لدينا، بنسعى إلى تنفيذ الخطة، لكن تخطيط 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 ثم مفيش تنفيذ، هيبقى المؤسسة بتشتغل في ورق على ورق في ورق. المرحلة الثالثة اللي هي التقييم والمتابعة، احنا عايزين ما يبقاش فيه يعني حساسية من ان احنا بنقيم ونتابع أدائنا بصورة شفافة وفي صورة تعاونية وفيها مشاركة، لأن طبعا عملية التقييم والحصول على تغذية رجع بيعدل من خطتي وبيعدل من خطط التنفيذ اللي عندي، وقد يصل إلى أن أعدل في كل ما أريد. إذن لازم أراجع وأقيم النتائج وأقارنها بمقارن ما تم تحقيقه بالفعل مع ما تم وضعه في الخطة، ونقوم بإجراءات تصحيحية. الإعداد للتخطيط الاستراتيجي المرحلة الأولى، طبعا بيشكل فريق لإعداد الخطة وبيتم تدريب الفريق وبتوزع المهام والمسؤوليات. فريق إدارة التخطيط في الواقع لازم يكون فيه مجموعة مؤهلة فنيا ونفسيا بقيادة القيادة العليا للمؤسسة، عشان الفريق يتولى إدارة العملية. طبعا وضع جدول الأعمال لعملية التخطيط بأكملها، تحديد إطار زمني، توزيع جدول الأعمال على المشاركين، نشر الوعي بأهمية ما سيتم إنجازه
ودي مهمة جدا. ثم وضع البرامج اللي بتوجه العمل بالمؤسسة، ونحدد أولويات تخصيص الموارد وفقا للاستراتيجيات، ومتابعة تنفيذ الخطة، ووضع آليات المتابعة والتقويم المستمر، ورصد المتغيرات الداخلية والخارجية، واقتراح الإجراءات التصحيحية. إذن مراحل التخطيط: الإعداد والتجهيز، قيادات عليا واللجنة المشكلة لذلك، فهم السياق المؤسسي، ودي القيادات وممثلين عن الفئات بالمؤسسة بيناقشوا ماهية مؤسستهم وتاريخها وتطورها ورؤيتهم لماذا يجب أن تكون عليه هذه المؤسسة. ثم المرحلة الهامة جدا هي القيام بتحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة وتحديد البدائل الاستراتيجية. ده فريق العمل المدرب بالخطة، وبيشرك جميع العاملين والمعنيين والمستفيدين من خارج المؤسسة لتتضح الرؤى وتتضافر الجهود لكي تصل إلى تحليل البيئة الداخلية والخارجية بصورة صحيحة. هنالك بنضع الرؤية والرسالة، ودي بتصاغ على مستوى القيادة العليا، ويشارك فيها ممثلين عن جميع الفئات. ويجب هنا أن نضع رؤية ورسالة ثم لا نعمل على تنفيذها، إن احنا نصوغ الأهداف ونناقشها في المجالس ونضع الخطط التنفيذية، وجميع أفراد المؤسسة يجب أن يشاركوا في هذه الخطة التنفيذية. ثم ينفذ كل منوط بتنفيذ جزء من الخطة أن يقوم بالتنفيذ، ثم التقويم والمتابعة. إذن المرحلة الثانية التمهيد للتحليل البيئي، بنقدم نبذة عن المؤسسة، وبنراجع أعمال المؤسسة، وبنفهم السياق المؤسسي. النبذة التاريخية، نحن بنلاحظ متى وكيف تطورت مؤسستنا أو مؤسسة في حد ذاتها من خلال البيانات، نشأتها، نوعها، طبيعة عملها وبرامجها، درجاتها العلمية، تطور حجمها، وضع المؤسسة التاريخي، وضع المؤسسة التنافسي، ثم بنراجع أعمال المؤسسة ده عشان نشارك أو لتجهيز المشاركين في التحليل البيئي، ودي أحد مدخلات عملية التخطيط. إذن بنراجع، بنرى ماهية مؤسستنا عشان نقف على الوضع. بنعمل إجراء مراجعة داخلية لإنجازات المؤسسة، بنعمل تحليل إنجازات الأقسام الأكاديمية والإدارات، بنعمل دراسة ذاتية للمؤسسة. إذن أنا هستخدم ما لدي من دراسة ذاتية وتقارير سنوية وقواعد بيانات إن وجدت كأداة لتحديد الوضع الحالي للمؤسسة، ويجب أن يكون كل ذلك من بيانات حقيقية وواقعية. طبعا فهم السياق المؤسسي، عايزين نعرف ما هو قائم إلى أين. يبقى هذه المرحلة تمهيد للتحليل البيئي، نحن نفهم السياق المؤسسي، نحتاج إلى التعرف على المتغيرات الحادثة في المجتمع الخارجي وتؤثر على المؤسسة سلبا أو إيجابا، العقبات اللي واجهت المؤسسة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وتم التغلب عليها أو لم تتمكن المؤسسة من التغلب عليها. المرحلة الثالثة تحليل البيئي الرباعي اللي هي السوات أناليسيز المشهور، يبقى احنا عايزين نحلل البيئة الداخلية ونحلل البيئة الخارجية بالاستعانة بكل المستفيدين وبواقعية وحكمة وخبرة. عايزين نعد مصفوفة العوامل الاستراتيجية الداخلية والخارجية
ونحدد الموقع الاستراتيجي للمؤسسة. تحليل البيئي للمؤسسة طبعا هو تحليل للبيانات الخاصة بالقوى والمتغيرات لكل من البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة. البيئة الداخلية اللي هي المؤسسة ذاتها، البيئة الخارجية والمحلية والقومية والدولية، كل ما ترى المؤسسة أنه له علاقة بها من خارجها. إذا نقاط القوة السترينث، نقاط الضعف الويكنسز، الفرص التي قد تكون متاحة opportunities، المهددات خارجية قد تحرص قد يعني تهدد عمل المؤسسة الثريتس، ويمكن إضافة التحديات أيضا. الغرض من التحليل البيئي للمؤسسة خاصة البيئة الداخلية إن احنا بنحدد مجالات القوة والضعف من حيث الموارد والإمكانيات البشرية والمادية والإجرائية، ووضع المؤسسة التنافسي، قدرتها على المنافسة، قدرة المؤسسة نزتها كمؤسسة، لنتعرف على هذا الكائن. أما البيئة الخارجية تحليلها، احنا بنحدد الفرص المتاحة تناسب والتي يمكن للمؤسسة استغلالها أو أخذها في الاعتبار لتطوير أدائها، ونحدد التهديدات المؤثرة على الأداء لكي نضعها في بلدة عند التخطيط. إذا أنا عندي تحليل بيئة داخلية وتحليل بيئة خارجية، بيؤدي إن احنا ده بنتابع أسلوب سوات، بنصل إلى مجالات القوة والضعف في البيئة الداخلية والفرص والتهديدات في البيئة الخارجية. مجالات القوة والضعف، أنا عندي ده مدخل تحليل العوامل الاستراتيجية أتكلم عنه، وهنصل إلى مصفوفة القوة والضعف. أما هنا هيبقى عندي مدخل لتحليل العوامل الاستراتيجية الخارجية، وهنصل إلى مصفوفة التهديدات. تحليل البيئة الداخلية طبعا، تحليل البيئة الداخلية قد نراه أقل أهمية من البيئة الخارجية، ولكن البيئة الداخلية هي تحليلها هو اللي هيدي بيانات حقيقية وتحديد واقعي وحقيقي لماهية المؤسسة، ظروفها، قوتها، ضعفها، إمكانياتها، إصرارها على مواجهة التحديات. هناك طبعاً مداخل علمية متعددة لتشخيص مجالات القوة والضعف في البيئة الداخلية للمؤسسة، منها سيفن اس اناليسيس، طبعا لازم تحديد وضعي بالنسبة للمعايير القائمة، معايير الاعتماد المؤسسي، تقدر تديني تحديد وتحليل دقيق جدا إلى وضعي الداخلي. طبعا أيضا 7S Analysis اللي هو أكثر هذه المداخل لدراسة وتحليل العوامل الداخلية اللي هو ISFA، باستخدام طريقة السيفن اس او العوامل السبعه الاستراتيجيه الداخليه للمؤسسه، حيث يتم التواصل الى مجالات القوه والضعف في الابعاد السبعه الرئيسيه للمؤسسه، وهي الهيكل، هيكل المؤسسه التنظيمي،
العاملون والأفراد الستاف، الموارد، المهارات، القيم المشتركة، النهج الإداري أو النمط، الأنظمة والإجراءات اللي بتتخذ في المؤسسة. طبعا الهيكل التنظيمي وما يعن لنا من موضوعات خاصة بملائمته وواقعيته وخلافه لن نضعه موضع التحليل الدقيق الآن، احنا هنعرج على هذه الأشياء عشان نضع صورة عامة، فالتفاصيل قد تؤدي إلى غير ذلك. إذا الهيكل التنظيمي بسرعة يجب أن يكون فيه مرونة ووضوح وبساطة وعدم تعقيد، ودي مثال لهيكل تنظيمي. إذا الهيكل التنظيمي عند تحليله هنجد أن هناك مجالات للقوة والضعف محتملة في الهيكل، زي توافر أو عدم توافر الإدارات والوحدات، وضوح أو عدم وضوح علاقات بين السلطة والمستويات، تحديد أو عدم تحديد الاختصاصات، تفويض أو عدم تفويض السلطة، توافر أو عدم توافر التوصيف لجميع الوظائف، وضع أو عدم وضع الفرد في المكان المناسب، المرونة والجمود في الهيكل الذي لا يسمح بالتطوير. أما الأفراد عندنا أعضاء التدريس أو المعاملون في الإدارات، بنجد إن أمثلة الضعف والقوة، ده التحليل اللي إحنا بنتكلم عن الداخلي، كفاية أو عدم كفاية الأعضاء، وجود عجز أو فائض في أعضاء التدريس، ملائمة أو عدم ملائمة التخصصات، سياسات التعيين من موضوعية وعدالة وعلنية، وكذلك الترقيات، الأجور والمكافآت وكفايتها، تحفيز وجوده، وجود أو عدم وجود برامج لتنمية القدرات، الالتزام أو عدم الالتزام بواجبات الوظيفية، وجود رضا أو عدم وجود رضا، ووجود معايير موضوعية وعادلة للتقويم الأدنى. الموارد المادية طبعا بتتمثل في المدخلات المادية كلها، من معامل ووسائل النقل ووسائل تكنولوجيا وأدوات كتابية وخلافه. طبعا خصائص الموارد المالية أو المادية ككل الناجحة، إنها تكون كافية، تكون في حسن استغلال، تكلفة مناسبة، حداثة ملائمة للغرض. أمثلة على مجالات القوة والضعف في الموارد، كفاية أو عدم كفاية، حداثة أو تقدم الأجهزة، حسن أو سوء استخدام، استعمال أمثل أو عدم الاستغلال الأمثل للمعدات، النظافة والصيانة الدورية، المناخ الصحي أو المناخ الغير صحي، توافر أو عدم توافر المرافق، توافر أو عدم توافر الأماكن والتسهيلات المادية لممارسة الأنشطة الطلابية. نمط الإدارة طبعا بيعكس نمط الإدارة الأسلوب الذي تتبعه القيادات الأكاديمية والإدارية في المؤسسة، سواء في إدارة الموارد البشرية والمادية أو في إدارة الأنشطة الأساسية في المؤسسة، سواء كانت تعليمية أو بحثية أو مجتمعية. طبعا خصائص نمط الإدارة المتميز في مؤسسات التعليم العالي، أن يكون أسلوب ديمقراطي، وضع مصلحة المستفيد النهائي في مقدمة الاهتمامات، تشجيع الابتكار، دعم ورعاية الموهوبين والمبدعين، الاهتمام بالتطوير والتحديث المستمر وتحقيق الجودة، الاهتمام بأخلاقيات المهنة، تفكير واستخدام التكنولوجيا المنهجي واستخدام التكنولوجيا المعلومات في اتخاذ القرار، الإدارة المستندة إلى التخطيط العلمي، نشر روح التعاون والصداقة المتبادلة بين الجميع، التعاطف النفسي والاجتماعي مع الأفراد، الوضوح والشفافية في السياسات المتبعة والقرارات ذات العلاقة، والعدالة في التعامل مع الآخرين.
النظم والإجراءات اللي بتقوم بها المؤسسة من خصائصها تحديد دقيق وتوثيق رسمي، وضوح وبساطة بسهولة الفهم، موضوعية بيستخدم الأداء وليس المصالح الشخصية، المرونة بحيث يمكن تعديلها، الإعلان والإتاحة حتى يعرف عنها تبقى معلنة ومتاحة للجميع، عدم الروتين من خلال تبسيط الإجراءات والبعد عن التعقيد. المهارات، يقصد بالمهارات أداء الوظائف أو المهام التي يجب أن تتوفر في الأفراد سواء كانوا أعضاء التدريس أو معاونيهم أو الجهاز الإداري. مهارات ذهنية ومهارات فنية ومهارات سلوكية. طبعا العامل السابع اللي هو القيم المشتركة، ده بيتعلق حقيقة بالمعتقدات والأخلاقيات والعادات والعلاقات وأنماط السلوك، ثم توجه القرارات والتصرفات الخاصة بالقيادة الأكاديمية والإدارية والعاملين في المؤسسة. وبلغة أخرى تتعلق القيم المشتركة في أي مؤسسة بما هو حلال وهو حرام، ما هو جيد وهو ما هو سيء، أخلاقي أو غير أخلاقي، مقبول أو غير مقبول. دي القيم اللي بتحدد شكل المؤسسة قيميا، وده طبعا بيحدد أشياء كتير جدا لشكل ونوع العلاقة ومستواها في المؤسسة. القيم المشتركة أمثلة عليها الإدارة بالإنجاز، العمل بروح الفريق، الانتماء، الإبداع والابتكار، المصداقية والشفافية، المسؤولية والمحاسبية، تواصل الأجيال، احترام العمل، التعاون، الالتزام، الأمانة. طبعا لا نريد أن ندخل في تفاصيل جدول التعرف على قيم المؤسسة وقيم الأطراف ذات العلاقة، لأن دي تفاصيل حاليا سنعرج عليها بأكثر تفصيلا عندما نقوم بالتطبيق. سنتوقف اليوم عند مصفوفة العوامل الاستراتيجية الداخلية، أي القوة والضعف في مؤسسات التعليم العالي، لنتابع لاحقا إن شاء الله.